التناقضات التركية في عهد أردوغان لا تتوقف على مجرد إطلاق التصريحات الرنانة والتي ينافيها الواقع. في الداخل تناقضات أردوغان تبدو أكثر وضوحاً، فهو يؤكد في خطابته احترام حقوق الإنسان بينما يقبع في سجونه أكثر من 194 ألف معتقل، ويؤكد قدسية الروح البشرية فيما يخوض جيشه حرباً شرسة ضد الأكراد قتل خلالها الآلاف. استخدام الدين عنصر مهم في معادلة أردوغان للبقاء بالسلطة، فهو أداة جيدة للسيطرة على أنصاره، وهو وسيلة للتجسس على المعارضين كما حدث في قضايا أئمة المساجد في النمسا وألمانيا. تحقيقات السلطات في ألمانيا والنمسا أكدت أن أئمة أردوغان في الدول الأوروبية نقلوا إلى أجهزته معلومات عن أشخاص يشتبه في موالاتهم لحركة المعارض فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة. استخدام الدين من قبل أردوغان يظهر بوضوح مجددا بعد الفشل في التعاطي مع آثار الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول، حيث بدأت حكومته في توجيه المواطنين إلى قراءة دعاء الحماية من الزلزال كتدبير وقائي. التوجيه الذي أعقب الفشل جاء على الرغم من أن حكومة أردوغان تفرض ضريبة نادرة على صاحب أي عقار بهدف تأمين جميع الأضرار التي من الممكن أن تنتج عن الزلزال من حرائق وانفجارات وموجات تسونامي. ولسه مع تركيا وتحديدا الانهيار الاقتصادي اللي بتعاني منه أنقرة بسبب سياسات أردوغان الخاطئة اقتصاديا، تعالوا نشوف التقرير. إلى مزيد من التراجع يسير الاقتصاد التركي طالما استمر يدفع ثمن قرارات سياسية رعنة لنظام أردوغان. لم يكن غريبا رد فعل حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم حينما وصفت التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي بأنه جزء من مؤامرة جرى الإعداد لها مع أحزاب المعارضة. التقرير الجديد الصادر عن صندوق النقد أظهر أن حكومة تركيا أمامها طريق طويل لإعادة بناء الثقة في اقتصادها بعد العام العصيب الذي مرت به في 2018، ما يعني أن التوصل إلى اتفاق جديد مع الصندوق سيمثل ضربة قوية لصورة أردوغان الذي تعهد مرارا بعدم طلب المزيد من الديون بعد أن سددت تركيا ديونها للصندوق في 2008. وشملت قائمة نقاط الضعف الطويلة التي وردت في التقرير ضعف مستوى احتياط العملات الأجنبية وارتفاع مستوى الديون بالعملات الأجنبية وزيادة العجز في الميزانية وتراجع المعنويات في الداخل. وحذر التقرير أيضا من أن النمو الاقتصادي في تركيا قادته بشكل كبير السياسة المالية التوسعية، منتقدا قيام البنك المركزي التركي بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 750 نقطة أساس منذ يوليو الماضي. في الوقت ذاته ما زال أغلبية الأتراك يشعرون بالضغوط الاقتصادية في ظل الارتفاع النسبي في تكلفة المعيشة والتي بلغت مستويات غير مستدامة بفعل ارتفاع معدل التضخم في أسعار السلع الأساسية هذا العام، بينما كانت زيادة الأجور نادرا ما تناسب معدلات التضخم.